بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة الأولى مرحبا بكم عندنا. كما على بالك شهر رمضان وين فوتنا مع العائلة، عندنا بزاف وين لي جوار بزاف، ما فوتناش عوام طويلة ما فوتناش رمضان مع الأهل تاعنا. الحمد لله بالك كانت سبة هذا الموسم وين قدرنا نكونوا مع العائلة تاعنا. إن شاء الله نتمنوا الوباء هذا ربي يرفد علينا، وكما قلت لك وين فوت رمضان هنا مع العائله، وين كنت من داك نونطريني على حساب البروغرام تاع الستاف تكنيك اللي مده هنا، والحمد لله فوتناه بصحه وعافيه، وان شاء الله ينعاد علينا وعلى الامه الاسلاميه كاع بالف خير ان شاء الله. كيف قاعد يدي واش يقول هو يعدي شهر رمضان كامل بين احضان الوالدين تاعه؟ والله فرحة كبيرة، وين كنا كل عام تحوس على نهار ولا يومين تعرفوا باش تروح تفوت نهار واحد مع داركم. الحمد لله هاد العام كان عندنا كان فضل من عند ربي سبحانه بالك إثر هذا الوباء، وين قدرنا نكونوا في وسط العائلة تاعنا. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله كيما قلت لك الوباء هذا يروح علينا، والحاجة المليحة كاع كي فوتنا رمضان مع العائلة تاعنا. واليوم رانا نحتفلوا باول ايام عيد الفطر، توفيق عدادي كيفاش يعدي ايام العيد واش يقول للمتابعين الكرام؟ والله الحاجه الاولى صحه عيد كاع الشعب الجزائري وكاع الامه الاسلاميه، وخاصه انصار الرياضه والفوتبول في الجزائر. ان شاء الله نتمنوا عيد سعيد لكاع الشعب الجزائري وكاع العائلات تاعنا. كما تشوف وين انا مفوتين العيد تاعنا هذا العام ماشي كما لي زاني اللي فاتوا، وانا مفوتينها في الدار. جاتنا عمي وين فوتنا حنا وعمي ولاد عمي معنا هنا في الدار. الحمد لله يا ربي جا اكسيبسيونيل كيما يقول لك هذا العام على السنين اللي فاتوا. واش يقول يهنئ توفيق عدادي لكل الرياضيين والامه الاسلاميه والشعب الجزائري خاصه؟ نهنئ كاع الشعب الجزائري وكاع الامه الاسلاميه، وكما قلت لك كاع انصار الرياضه وخاصه كره القدم في الجزائر وخارج الجزائر. ان شاء الله نتمنى لهم عيد سعيد، وكل عام هما بخير، ينعاد علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. ونتمنوا في هذا اليوم المبارك ان شاء الله نتمنوا من ربي سبحانه يرفد علينا هذا الوباء ويهنينا ان شاء الله منه، ونكونوا ان شاء الله نكونوا من الناس اللي ربي يتقبل منهم صيام رمضان وقيامه وعيد سعيد لكاع الشعب الجزائري. النصيحة اللي تقولها للمواطنين باش يتبعوا كل التوصيات للاجراءات والقانون؟ والله كيما نشوفوا لازم علينا كيما الدولة تاعنا دارت زادتنا حجر في هذ اليومين، ولازم نزيدوا نطبقوا ونكونوا كيما يقول لك نكونوا الوقاية خير من العلاج، نكونوا واعيين بالمسؤولية ونقدروا باش نقدروا نفوتوا هذا الوباء ان شاء الله. ما ينفع معها الا الوقايه ان شاء الله، كاع الشعب ياخذ الحذر تاعه باش نتحسن الاوضاع ان شاء الله في البلاد تاعنا ان شاء الله. بدنا فتح الحاجه لها اليوم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاولى مرحبا بكم ومرحبا بالام الجزائريه كاع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يعز من وليت ولا يذل من أديت، ربنا تبارك وتعاليت. الأولى الله يرفع علينا هذا الوباء، الله يبعد علينا هذا البلاء إن شاء الله، الله يعمر ربي إن شاء الله يتقبل منا الصيام والقيام ومن الأمة الإسلامية أجمعين إن شاء الله. الله يهنينا في بلادنا إن شاء الله، الله يأمن بلادنا، الله يعمر ربي إن شاء الله، والنبي يكون معنا ومعكم إن شاء الله. الله يهنينا، الله يعمر ربي يا ربي. أنا غير نطلبوا في ربي شهر كامل ليل ونهار، وحنا نطلبوا في ربي الله يرفع علينا بلادنا هذا الوباء والأمة الإسلامية إن شاء الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير وبخير إن شاء الله. يا ناس وهرني يا الصحاب.